السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي، معنا أولاد الفصل الدراسي الثاني مادة التربية الدينية. معانا أولاد المحور الرابع التواصل. معانا أولاد دروسنا سيرة وشخصيات. معانا الدرس الأول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بيقول لي أولاد بيعرفني أول حاجة في البداية الدرسي الخلفاء الراشدون. يقول لي مين هم حبايب الخلفاء الراشدون؟ أي هم من تولوا أمر المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي أولاد الخلفاء الراشدون هم اللي اهتموا بشؤون المسلمين بعد ما الرسول اتوفى صلى الله عليه وسلم؟ أي أولاد الخلفاء الراشدون هم أربعة. طب يا ترى مين هم الأربعة؟ قال لي أول واحد فيهم هو سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى أول الخلفاء الراشدون سيدنا أبو بكر الصديق. أي التانيهم يا أولاد؟ التانيهم سيدنا عمر بن الخطاب. تاني الخلفاء الراشدون سيدنا عمر ابن الخطاب، ده اللي احنا النهارده هنتكلم فيه اولاد درسنا. قال لي ثالث واحد من الخلفاء الراشدون سيدنا عثمان بن عفان. يبقى ثالث الخلفاء الراشدون سيدنا عثمان بن عفان. واخر واحد معايا الرابع اولاد علي بن ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب. اخر واحد معايا في الخلفاء الراشدون سيدنا علي بن ابي طالب. برافو عليك. قال لي اولاد بيبدا يعرفني يقول لي من سيدنا من سيدنا عمر بن الخطاب؟ يبقى بعد ما ذكرنا الخلفاء الراشدون وعرفنا هم مين الاربعه، تقدري تقولهم لي الاربعه؟ ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. ممتازه، برافو عليك. دلوقتي كلمنا يا حبايبي عن سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو مين؟ ثاني الخلفاء الراشدين. يبقى من سيدنا عمر بن الخطاب؟ هو ثاني الخلفاء الراشدين. قال لي وكمان يا ولاد هم الذين بشرهم الرسول بإيه؟ بدخول الجنة. يبقى عرفت معلومتين عن سيدنا عمر بن الخطاب، أول حاجة إن هو ثاني الخلفاء الراشدين، وتاني حاجة عرفتها إن هو إيه؟ من الذين إيه؟ بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. عليه الصلاة والسلام. برافو عليك. بعد كده حبايبي نبدأ يكلمنا عن نشأة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هيكلمني عن ميلاده، بيقول لي يا ولاد إن هو ولد في مكة. يبقى أين ولد سيدنا عمر؟ ولد في مكة. برافو عليك. قال لي تقول أنت يا ولاد ولد بعد مولد الرسول ب13 عاما. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب ولد في مكة بعد مولد الرسول بكام عاما؟ ب13 عاما. قال لي يا ولاد إن هو عمل راعيا للإبل. يبقى كان يعمل بإيه يا ولاد؟ رعاية الإبل. برافو عليك، رعاية الإبل. قال لي عمل راعيا للإبل. كان بيهتم بالايه؟ الابل دي اولاد اللي هي الايه؟ الناقه او الجمال. كان بيهتم بالشؤون ورعايه الايه؟ الجمال. قال لي كان هو ساعتها صغير كعادة اهل قريش، قال لي متعودين اهل قريش منذ صغرهم بيعملوا ايه يا اولاد؟ بيرعوا الايه؟ الاغنام او الابل. قال لي كمان يا اولاد امتاز بتعلم القراءه والكتابه. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب امتاز بايه؟ بتعلم القراءه والكتابه. قال لي كمان كان بارع وماهر وشاطر في ايه يا اولاد؟ في الركوب الخيل والرمي. يبقى قال لي كان بارع في ركوب الخيل وايه؟ والرمي. برافو عليك. قال لي وكان رضي الله عنه ولاد كان بيحضر اسواق العرب. قال لي كان فيها ولاد اسواق خاصه بالعرب، كان فيها تجاره، فيها بيع وشراء، كان سيدنا عمر بن الخطاب يحضر فيها حتى تعلم منها ايه؟ مهنه الايه؟ التجاره. يبقى تعلم من اسواق العرب ايه؟ مهنه التجاره. التي ربح منها الاموال الايه؟ الكثيره. فكان يسافر يا ولاد الى بلاد الشام صيفا والى اليمن شتاء. يبقى اين كان يسافر سيدنا عمر بن الخطاب؟ الى بلاد الشام صيفا والى اليمن شتاء. برافو عليك. بعد كده حبايبي هكلمكم عن اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بيقول لي حبايبي سيدنا عمر بن الخطاب كان رافض جدا للدعوه الاسلاميه في بدايتها، وكان من اشد الناس كره للاسلام والمسلمين. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب كان بيكره الاسلام والمسلمين، وكان رافض للدعوه الاسلاميه ايه؟ كلها. قال لي حتى ان هو بدا يخطط ويفكر ان هو يتخلص من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لي في يوم من الايام علم ان اخته فاطمه وزوجها سعيد بن زيد قد اسلم. يبقى في يوم من الايام عرف ان اخته وزوجها دخلوا الاسلام. فطبعا الناس غضب غضبا شديدا، سيدنا عمر ايه؟ غضب غضبا شديدا، وانطلق يعني ذهب الى بيت اخته
فوجد سيدنا خباب ابن الأرض رضي الله عنه يعلم أخته إيه وزوجها القرآن. يبقى طبعا سيدنا عمر غضب غضب شديد، غير غضب ليه؟ غضب لما علم إن أخته وزوجها دخل الإيه؟ الإسلام، إن هو كان كاره لإيه؟ للإسلام والمسلمين. فطبعا الولاد أول ما عرف بالخبر دوت دار على بيت أخته ولقى مين؟ لقى مين اللي بيعلم أخته زوجها القرآن يا ترى اسمه إيه؟ قلنا سيدنا خباب ابن الأرض. فطبعا سيدنا عمر بن الخطاب من غضب حبايبي راح ضرب مين؟ ضرب فاطمة أخته وزوجها. فوقعت من فاطمة صحيفة فأراد أن يمسكها، فرفضت فاطمة أن يمسها قبل أن يتوضأ. يبقى لما ضرب أولاد أخت فاطمة وزوجها طبعا وقعت منها صحيفة، الصحيفة دي كان عايز يمسكها، فطبعا فاطمة اللي هي أخته رفضت إن هو يمسها يعني يمسها قبل أن يتوضأ إلا لما إيه يتوضأ. فطبعا سيدنا عمر بن الخطاب توضأ وبعد ذلك قرأ ما بها من آيات القرآن فأسلم في الحال. أهل الأولاد ما سمع القرآن الكريم وكلامه الجميل دخل في الإسلام على طول وأعلن إيه إسلام، وقال إيه من هذا بكلام بشر، ده مش كلام إنسان ولا كلام بشر المكتوب دوت. وكان ساعتها يا أولاد كان عمره حينئذ 30 عاما. يبقى في الوقت دوت يا أولاد اللي دخل عمر بن الخطاب الإسلام أول ما قرأ آيات القرآن الكريم وآياته الجميلة وكلماته الجميلة دخل في الإسلام وقال إيه ما هذا بكلام بشر، ده مش كلام إنسان زينا إيه وزينا. وكان ساعتها عمره كم سنة؟ 30 عاما. برافو عليك. بعد كده حبايبي هنكلمني عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. طيب يا ترى أعلن سيدنا عمر بن الخطاب طبعا أولاد إسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما قرأ آيات القرآن الكريم أعلن إيه؟ أعلن إسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، وسأله لماذا نصلي في السر؟ سيدنا عمر بن الخطاب سأل رسولنا وقال له إيه؟ ليه بنصلي في السر؟ لماذا نصلي في السر؟ لما حد ياخد باله ليه؟ ونحن أصحاب حق، طالما إحنا أصحاب حق ليه نصلي في السر؟ فخرج المسلمين في صفين، أحدهما يقوده سيدنا حمزة رضي الله عنه عم الرسول. سيدنا حمزة أولاد اللي هو عم الرسول خرج مع المسلمين في صفين، كان هو يقود أحد الصفوف ديت، والصف الآخر كان بيقوده مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب أعلن إسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بدأ يسأل مين يصلي في السر؟ لماذا نصلي في السر وإحنا أصحاب حق؟ فطبعا المسلمين بدأوا إن هما يخرجوا في صفين، واحد صف من الصفوف ديت أو مجموعة من المجموعة ديت بقيادة سيدنا حمزة وهو عم الرسول، والصف الآخر بقيادة مين يا أولاد؟ بقيادة عمر بن الخطاب. وراحوا فين يا أولاد؟ وصلوا للكعبة وقعدوا يطوفوا في الكعبة من غير ما يخافوا من ايه؟ من اي حد او من اي شخص. وبعد ذلك سماه الرسول ايه اولاد؟ الفاروق. طب ليه يا ترى سماه الفاروق؟ قال لي يا حبايبي عشان فاضل هو فرق بين الحق والباطل، فسماه او لقب الرسول بالايه؟ سماه بالفاروق. يبقى تاني حبايبي، يبقى بعد ما خرجوا المسلمون في صفين كان في واحد صف من الصفوف او مجموعه من المجموعات ديت، المجموعتين دول كان بقياده مين؟ اول صف كان بقياده حمزة عم الرسول. طيب والتاني كان بيخالف مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. برافو عليك. قال لي قعدوا يطوفوا حبايبي بالكعبة، يطوفوا بالكعبة ولا يخافون من ايه؟ من أحد. وبعد ذلك سماه الرسول بإيه؟ الفاروق. ليه سمي بالفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. برافو عليك. بعد كده ولاد نبدأ يكلمنا عن هجرة سيدنا عمر بن الخطاب، يقول لي ان سيدنا عمر بن الخطاب هاجر الى المدينه. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب هاجر من مكه الى المدينه. ضر بيقول لي ان هو بذل الكثير في نصره الاسلام، قعد يبذل جهد من ناحيته كتير عشان ايه اولاد؟ ينصر الاسلام والمسلمين. يبقى تاني سيدنا عمر اولاد هاجر الى المدينه، وبعد ذلك عمل ايه اولاد؟ قعد يبذل كثير من الجهد في ايه؟ حتى ينصر الاسلام والمسلمين. قعد اولاد يضحي بامواله، يضحي بنفسه ويدفع اموال كثيره في مقابل ان هو ينصر مين؟ الاسلام والمسلمين. وبعد ذلك تولى الخلافه بعد وفاه سيدنا ابو بكر. مش احنا اتفقنا ان كان اول واحد متوفى راشدين مين؟ ابي بكر الصديق. اول ما توفى ابو بكر الصديق اللي حصل هو اللي تولى الخلافه، هو اللي مسك ايه؟
بدل سيدنا مين؟ هو اللي مسك بدل سيدنا أبي بكر الصديق. فالكلام ده إمتى يا ولاد؟ قال في السنة الثالثة عشرة من الهجرة. أما أبي بكر الصديق توفى في السنة الثالثة عشرة من الهجرة، من اللي تولى الخلافة؟ عمر ابن الخطاب. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال لي وكان يتصف بالتقوى وكان رحيما بالمسلمين. كان يا ولاد كده عطوف وكان يرحم ايه المسلمين وكان بيعاملهم معامله ايه كويس. قال لي وكان شديد على الكافرين. يبقى هو كان بيتصف بالتقوى وكان رحيم بالمسلمين وبيعاملهم معامله كويسه، لكن كان شديد في نفس الوقت على مين؟ على كفار الوحشين. بعد كده يا ولاد نبدا يكلمني عن رحمه سيدنا عمر رضي الله عنه. قال لي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر في انحاء البلاد ليطمئن. كان رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب كان يمر في انحاء البلاد ليطمئن على احوال الناس. يبقى بيحكي لي هنا في الجزء دوت من درسنا عن رحمه سيدنا عمر اللي هو بيتصف بالرحمه. فبيقول لي كان بيقعد اولاد يمر كده في البلاد وفي الشوارع ليه؟ عشان يطمئن على احوال الناس. وبيقول لي في يوم من الايام وجد امراه فقيره واولادها يبكون من الجوع. يبقى في يوم من الايام سيدنا عمر بن الخطاب لقى سيدة فقيرة جدا ما عندهاش أي حاجة، هي وأولادها عمالين إيه؟ يبكوا من الإيه؟ من الجوع. فبيقول لي ذهب سيدنا عمر بن الخطاب بسرعة إلى بيت مال المسلمين. قال لي أحضر لهم إيه يا أولاد؟ أحضر لهم دقيق وزيت، وأحضر دقيقا وزيتا. يبقى ذهب مسرعا بسرعة إلى بيت مال المسلمين وأحضر لهم إيه يا أولاد؟ الدقيق والزيت. ورجع إليهم وقام بإعداد الطعام بنفسه. يبقى شفتوا من رحمة سيدنا عمر بن الخطاب بعد كمان واحضر لهم الطعام الدقيق والزيت، كمان هو بنفسه اللي اعد لهم الطعام بنفسه. فاكلوا وشبعوا وقال للمراه ايه؟ عندما ينتهي الطعام من عندك تعالي الي. يبقى قال السيده جي او ليه؟ قال لها بعد ما اكلوا وشبعوا لما ينتهي منك الطعام تاتي ايه؟ الي. بعد كده حبايبي كلمني عن خلافه سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب تعالى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان فتح سيدنا عمر بن الخطاب بيت المقدس، وكمان مش بيت المقدس بس، لا قال له بلاد فارس وكمان الشام ومصر، وتوسعت الدوله الاسلاميه في عهده وانتشر الدين الاسلامي. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه يا ولاد؟ فتح اكتر من ايه؟ من بلد. زي ايه؟ قال لي زي بيت المقدس وبلاد فارس والشام ومصر. قال لي بقت الدوله الاسلاميه ايه؟ في بلاد كتيرة فبقيت وسعت الدولة الإسلامية، يعني الإسلام بقى موجود ومنتشر في إيه؟ وانتشر الدين الإسلامي. انتشر الدين الإسلامي في إيه؟ في بلاد كثيرة. بعد كده حبايبي آخر حاجة يكلمني عن وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه. بيقول لي عندما كان يصلي سيدنا عمر رضي الله عنه الفجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مين يا ولاد اللي موتوا؟ قال لي طعنه أبو لؤلؤة النابوسي وقتله. يبقى انا الذي قتل سيدنا عمر بن الخطاب قلنا واحد اسمه ايه؟ ابو لؤلؤ النابلسي قتله ايه؟ طعنا. يبقى تاني عندما كان سيدنا عمر بن الخطاب يصلي الفجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي طعنه؟ ابو لؤلؤ النابلسي. حتى ايه؟ قتله. طبعا المسلمين يا ولاد حزنوا عليه حزنا شديدا على وفاته، وطبعا دفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار مين؟ سيدنا ابي بكر الصديق. يبقى اين دفن سيدنا عمر بن الخطاب؟ بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار مين؟ ابي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى عرفنا مين السبب في قتل سيدنا عمر بن الخطاب او وفاته؟ ابو لؤلؤ المجوسي. وقلنا ان المسلمين كلهم حزنوا عليه حزنا شديدا على وفاته، ودفن بجوار الرسول وبجوار ابي بكر الصديق. وكده حبايبي يبقى انا كده ايه؟ هبدا معاكم الاسئله. يقول لي أكمل، يقول لي ولد سيدنا عمر بن الخطاب في نقط، فأقول له إلى ما يقول لي ولد سيدنا عمر بن الخطاب فين؟ أقول له إيه؟ في مكة. برافو عليكي. قال لي بعد، بيكمل لي السؤال، بيقول لي بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بكام عام؟ 13 عاما. ممتازة. تعالى معايا بص تاني سؤال، بيقول لي إيه؟ عمل عمر بن الخطاب راعيا لإيه وهو صغير؟ الإبل. يبقى عمل عمر بن الخطاب راعيا للإبل وهو صغير. اللي بعده بيقول لي سمي الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بايه؟ سماه بايه؟ الفاروق. برافو عليكي. طيب
رابع واحد معايا اولاد بيقول لي عمر بن الخطاب هو نقط الخلفاء الراشدين. هو رقم كام في الخلفاء الراشدين؟ هو ثاني الخلفاء الراشدين بعد ابي بكر الصديق. برافو عليك شطوره. خامس سؤال معايا بيقول فتح عمر بن الخطاب نقط ونقط ونقط، قلنا مين ايه وايه وايه؟ قلنا بيت المقدس وبلاد فارس والشام ومصر. برافو عليك. سادس سؤال معايا بيقول لي من صفات عمر بن الخطاب، من صفاته يا حبايبي؟ التقوى. التقوى، برافو. سابع سؤال معايا بيقول لي اسلم عمر بن الخطاب بعد ان سمع ايات القران الكريم في بيت اخته مين؟ فاطمه. برافو شطوره. تاني سؤال بيقول لي دفن عمر بن الخطاب بجوار مين ومين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق. شطوره. تاسع سؤال معاه بيقول لي كان عمر يسافر الى ايه صيفا؟ كان بيسافر لبلد ايه في الصيف؟ قال لي بلاد الشام صيفا واليمن شتاء. برافو عليكي. السؤال العاشر معايا، تولى عمر بن الخطاب الخلافه بعد وفاه مين؟ بعد وفاه سيدنا ابي بكر الصديق. في السنه كم من الهجره؟ الثالثه عشر من الهجره. ممتاز شطوره. بيقول لي السؤال اللي بعده ضعف علامه صح او خطا. أول سؤال معايا بيقول لي الخلفاء الراشدون خمسة، إحنا قلنا خمسة ولاد؟ غلط. أربعة. هم أربعة شطورة. تاني سؤال بيقول ولد عمر بن الخطاب بعد مولد النبي بثلاثة عشر عاما؟ إجابة صحيحة. شاطرة. تالت سؤال بيقول لي وافق عمر بن الخطاب على دعوة الإسلام في البداية، كان موافق من البداية؟ غلط. برافو عليك. رابع سؤال معايا بيقول لي اتصفت عمر بن الخطاب بالتقوى؟ صح، إجابة صحيحة. فاتوره. قتل ابو لؤلؤه المجوسي عمر بن الخطاب؟ اجابه صحيحه. برافو عليك. كان عمر بن الخطاب عندما اسلم عنده 20 عاما؟ اجابه خاطئه، 30 عاما. ممتازه. بيقول لي يا اولاد اجب اذكر اسماء الخلفاء الراشدين. اتفقنا يا اولاد ان اول واحد معانا مين؟ ابو بكر الصديق. ومين تاني اتكلمنا عنه النهارده؟ عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. برافو عليك شطوره. ولادي سؤال المتفوقين بيحلوا لي بعتها على صندوق المتفوقين واكتب عليه اسمي، بيقول لي اذكر اهم اعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هقول له كل اعمال عمر بن الخطاب اللي ذكرناها في الدرس بتاعي. وبكده نبقى خلصنا درسنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح.